أنا ضعيف يعني، إذا أخسر أنا كل الناس الجميلين لأنه الإنترنت ضعيف، الإنترنت ضدي، لأنه أنا فتحت لايف من صار ضدي والله. أنا أعرف حتى أنا الخبيث. عشان أكو تعليق قبل شوية بس هسه راح أجاوب عليه. كثر وش كبتة ماني أقول لكم خشمي صوتك كبير حلو مقتنعة بي لأنه هو خشمي. أبي منو الأكل بس على كيفكم. عادي أذوق عبودي، أرد أذوق عضلة وحدة بس. أزطيج لا أريد أخذ عضة من البداية بس من إياهن. كلش جوعانة والله راح أموت. رسمت جود زيتها خاص شوفيها اليوم، بس أرجع راح أشيك كل شو اسمه أشيك كل شنو من أشوف لك الأنسج من الداحج. واو عزة مرغزتك والله عضة بالعافية. هاو كافي. طيبة شكو شنو دا احكي؟ عقلي انشغل بالأكل بعد ما دا اتذكر شي. اليوم بعد النص الصبح مقررة قلت صار لي تقريبا 15 يوم قاعده بالبيت واشوف افلام ومسلسلات وادز اكل، يعني اوصي اكل من برا، والاكل كلش مو صحي. يعني الاكل كله دهون، تعرفون شنو يعني كله دهون لو ما تعرفون. هاي الي واو اسلام أشوفكم شي يقهر راح أموتكم قهر. الله على فكرة هذا أكل دايت، يعني أكل صحي، يعني ما راح أحس من أني. واو 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 أنك خسرتم حتى أعذبكم وياي أقهركم. المهم قررت اليوم انه اكل اكل صحي بعد، ها هي بس اليوم. اليوم وباقي الايام ايام يعني دايت، انه شنو يسموه يوم مفتوح للاكل. توتا حافظي على صحة جسمك. والله دا احاول اقصى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هالاسبوع ارجع للتمرين. وقولوا لي شلون انه انا محافظه على جسمي واكل هوايه. الموضوع هو انه انا ما اتحرك. انا مو مال نصايح، انا مو مال انطي نصايح لاحد، نصايحي كلها غلط. قلبين عفوا اهم الو اريد نفسي عفوا الو مياو
افتحوا لي اياها عند اظافر الباب ما اقدر اما نفتحها ماري شكرا ما عايز عليكم شنو لما اقدر اظافري عادي شنو يعني بدي افتح تيجي عيب وغلط لا احب هاي منانه وهاي منا المهم حبيت اطمن عليكم واشوف وضعكم شنو واروح باي باي انا اصلا صوت شيء شنو رايك بالشعب السوري بصراحه والله حبيبي اهل سوريا على راسي وعلى عيني بوساتي إلهم نصار كيف واو ويعني عادي يعني ليش تتابعني لا تتابعني امسحني امسحني هسه لا دمر حياتك يلا اللي محني خلي هسه ما تجقارة هاي وين يكتبوا لي نصايحك غلط اذا اني نصايحي غلط يا اخي انت مو مجبور تتابعني وتطب على صفحتي على الاكونت مالك على بيجي لطب وانا اصلا ادري نصايحي غلط سو شنو جديد امسحني وريح نفسك من هاي الدوخه كلها وخبط لك نصيحه بعدين اقول لك شلون تضعف شلون ما اعرف شنو بعدين هنا بتسمن واطلع عني شالين ما ادري اوه حبيبي سفيد بالايراني ادخل احكي ايراني دقيقة صديقتي خوبي خستنا باش خوبي خستنا باش غريبين I miss you هاي انجليزي بابا باردي راني شو اخبارك شلونك كلش زينه وكلش متونسه قاعده مرتاحه دا اكل حياتك كلش انا وبقى نفس الشيء يعني عندي الف عافيه يما فدوه اني شنو هاي انا مسوي رجيم أنا مسوي رجيم بس قررت اليوم إنه كافي لازم شوية أحافظ على صحتي أول شيء الصيف جاي وبعد
شنو هاي؟ عنا عشرين بطريقة. كاتبيلي انت ريالية لو مدريدية؟ طبعا اني ريالية. لا ريالية لو مدريدية. ريالية لو مدريدية. لا اني شنو هذول؟ برشلونة لو ريال؟ برشلونية عشان ليش قلت ريالية لو مدريدية؟ احتريت من الحر مشيت يا وطالع والله حمود لابسة شتوي ليش؟ الجو صدمني. المهم اني ريالية على السريع. يلا كاف يلا تحمل. واو ما صدق لايف. كيف ما صدق لايف باب زين. اوكي راح اسد اللايف يلا حتى الكل يرتاح. ما صدق شو تصويت انتخابات عندنا اذا ننتخب نزت لو نفتح واحد يقول لي سدي واحد يقول سدي شنو المهم احبكم كلكم. انا كلش 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 هواية راح ننزل هسه هذا اللايف على الستوري ماتي حتى اللي